نفسية لأمر. وعاوزين بقى نستغل وجودك ده عشان نعرف ايه اهميه التسويق الالكتروني. هل انا لو انا عندي براند نيم، عندي محل، عندي، هل برضو ضروري ان انا اتجه للتسويق الالكتروني، ولا ده خاص بس بالناس اللي عندهم بيجز وبيشتغلوا اونلاين؟ بصي، هو مبدئيا دلوقتي في عصر التحول الرقمي اللي احنا فيه والتطور التكنولوجي اللي احنا فيه، كله بقى بيتجه للتسويق الالكتروني عشان يبقى ليكي تواجد. لان انت خلاص لو انت لاحظتي كل فرد بيبقى ماسك على طول الموبايل 24 ساعه، رايح ياكل ماسك الموبايل، في الشغل ماسك الموبايل. فالموبايل او السوشيال ميديا هي الوسيله اللي بتجمع كل فئات المجتمع حرفيا. فلازم يكون ليكي تواجد على السوشيال ميديا، لان ده خلاص بقى، يعني ده بقى الحاجه او المنصه اللي لما كل فئات المجتمع ولما كل الناس في مكان واحد ولما كل البلاد وكل الشعوب في مكان واحد. فلازم يبقى ليكي تواجد على السوشيال ميديا. طيب ليه احنا اصلا يعني نسكب حته ان احنا ممكن ما يبقاش لينا تواجد على السوشيال ميديا ونعتمد على البراند نيم بتاعنا ونلجا للسوشيال ميديا لو احنا بنبيع حاجات اونلاين بس؟ لا، ده مش اصح حاجه. طب انا عايز اسالك سؤال. ناس كتيره تعتقد ان اول ما بنجيب سيره التسويق الالكتروني او اول ما نقول تسويق على السوشيال ميديا يقول لك بقى ايه، يعني كام كلمه وسبونسر اد، اعلان ممول، ونحطه على الفيسبوك وهو يشتغل بنفسه والواحد هيجيب لنا عملاء. ده اصحاب الشركات او الناس اللي لسه بتبدا مشروعها. فانا عايز اعرف التعريف الاشمل والاعم او الخطوات في ايجاز بسيط للسوشيال ميديا او التسويق على السوشيال ميديا. بص، التسويق على السوشيال ميديا هو نفس الكلام اللي انت بتعمله عادي في التسويق التقليدي اللي على التلفزيون او في الجرايد، بس انت بتحطه في مكانه اللي هو على البلاتفورم. ما بيفرقش يا انجي، يعني مثلا انا بعمل اعلان في التلفزيون، هل زي ما هعمل اعلان على منصات التواصل الاجتماعي؟ لا، الفكره واحده، بس التكنيكال هنا غير هنا، المميزات هنا غير هنا. يعني لو قلنا اعلان في التي في، الاعلان في التي في كل فئات المجتمع بتشوفه، صح؟ لكن انا لو عايزه ابيع منتج او ابيع سي مثلا حاجات ريليتد بالالماز والمجوهرات، انت لو عرضتيه على التلفزيون كل فئات المجتمع هتشوفه. في ناس عندها قدره على الشراء، في ناس ما عندهاش القدره، في ناس مش من اهتماماتها المجوهرات وهكذا. لكن في السوشيال ميديا بيتيح لك حته في السيتنجز اللي انت تحددي مين اللي يشوف الاعلان ومين اللي عنده القدره ان هو يشتري منك المنتج او ياخد منك الخدمه. فده بيوفر لك طبعا فلوس، لان انت بتحددي مين اللي هياخد منك المنتج ويشوف الاعلان ويشتري. فانت عارفه ان فلوسك هي تدفعي 1000 جنيه هيجي لك 10000 جنيه من الاعلان. فالموضوع بيبقى سبيسيفيك اكتر. يعني طب انا عايز انجي، عايز برضو ايه اوصل معاكي لنقطه مهمه جدا. يعني عايز اعرف امتى مثلا ان انا المفروض اعمل براندنج، المفروض اعمل اورنس، المفروض اعمل سيلز. لما اجي مثلا اشتغل على السوشيال ميديا بتاعتي، اهميه الفيديوز اللي بنزلها، اهميه الديزاين اللي المفروض انزلها، ايه الحاجات اللي احنا دلوقتي بنتوجه او الناس اللي بتسمعنا هم اصحاب الشركات الناشئه او اصحاب المشاريع الصغيره اللي شغالين من البيت بالزبط. فنصايحك ليهم بقى ان هم يبداوا ازاي، ان هو مش مجرد بوست على الفيسبوك وخلاص؟ لا، بص، هو مش مجرد زي ما حضرتك ذكرت، هو مش مجرد بوست على الفيسبوك. لازم يكون عندك البراند ايدنتيتي بتاعتك، الهويه البصريه، اللوجو يبقى بيعبر عن المنتج اللي انت بتقدمه، البراند نيم برضو يكون كاتشي، حاجه كاتشي للكلاينت، الكالرز، الكالر ايدنتيتي، برضو في حاجه اسمها السايكولوجي بتاعت الكالر. يعني كل لون ليه معنى معين. يعني زي مثلا الاخضر اللي بيستخدمه في منتجات البن، يعني في براند شهير للكافي والكلام ده كله، ومقاطعه مش هنجيب سيرته، بيستخدموا اللون الاخضر لان هو بيوحي بالطبيعه وان البن جاي من الطبيعه وهكذا. فحتى لازم البيزنس اونر وهم بيعملوا البراند ايدنتيتي يركزوا على السايكولوجي بتاعت الكالرز، السايكولوجي بتاعت الشيب اللي بيستخدموها في البراند ايدنتيتي عشان يبتدوا بدايه صحيحه للشريحه اللي هم بيترددوها بيستهدفوها. بالظبط كده. طيب شايفه من وجهه نظرك يعني العلميه ان ايه اكتر المنصات اللي بتجيب او كلاينت كلاينتس اكتر، عملاء اكتر، تفاعل اكبر؟ يعني هل مثلا كل المنصات لازم اعمل عليها نفس الاعلان بنفس السبونسر او نفس الاد، ولا اتجه لحاجات معينه لو انا لسه بادئه مشروع؟ بصي، دي بوينت مهمه جدا. مش كل المنصات بتجيب عملاء، على حسب المنتج اللي حضرتك بتقدميه الجمهور بتاعه موجود فين. يعني مثلا لو قلنا حاجات ريليتد بالفاشن هتتجهي اكتر للانستجرام. بس خليني اني اقول لك حاجه، يعني مشهور قوي ان الفيسبوك هو اكتر
اكتر ريتش على الفيسبوك، اكتر ناس بتلاقيها موجوده على الفيسبوك هو اللي بيجيب اكتر مشاهدات واكتر كاستمرز واكتر كده الكلام. كان زمان، دلوقتي يعني دايما مشهور ان الانستجرام بيقولوا ان الانستجرام مش بيجيب قوي مشاهدات وبيجيب قوي تفاعل وكده زي الفيسبوك. على حسب هل ده برضو في البيزنس؟ لا يعني في البيزنس حاجة تانية خالص. يعني البوينت اللي حضرتك ذكرتيها ممكن للناس اللي بتعمل فيديوز مثلا مش مفيدة قوي، يعني في ناس تتصورك وهي بتاكل كده ساعتين ثلاثة كده، فبيجيبوا مشاهدات طبعا وبيلجأوا ليه للفيسبوك، لأن الفيسبوك بيديكي فلوس على حسب عدد الساعات والمشاهدات اللي بتجيب من خلال الفيديو. لكن هنتكلم، أنا بتكلم طبعا عن حتة البيزنس والشركات الناشئة والستارت اب بيزنس كده، مش شرط خالص يكون الفيسبوك. على حسب السوق اللي انت بتتارجتيه، الكلاينت بتاعك مين؟ لان السوق السعودي مثلا هتلاقي كلاينت بتوعه على سناب شات، تيك توك، وتويتر مثلا. لو السوق المصري احنا موجودين في كل المنصات، بس على حسب المنتج. انت فاشن، انستجرام، حاجات ريليتد بالعقارات، ريل استيت، نتجه اكتر للفيسبوك. فلازم الشخص الاول او البيزنس اونر او الكلاينت يعرف هو الجمهور بتاعه موجود فين، عشان بناء عليه نعمل الحملات الاعلانيه. يعرف يروح له. طيب